كاين انتدابات وازنة، كاين المدرب كذلك. قلت جاوبت واحد من الجماهير ما سنعرفوش لانني انا حبست لي ديكلاراسيون، ولكن جاوبت واحد من الجماهير قلت لي راه نهار الخميس مورا الديربي غادي نقول لكم شكون هو المدرب. مدرب طرقنا له مسماره، طرقنا لواحد العدد اللاعبين اللي في المستوى اللي من البطوله الوطنيه واللي من برا. نعيد ان شاء الله بفريق قوي في السنه المقبله ان شاء الله. الدوري لو ديربي اللي غيكون مع فريق الوداد البيضاوي غادي نلعبوه ان شاء الله عندنا كاع حظوظنا. نتمنوا يكون يعني يرقى الى ما يتطلع له الجماهير كاع الوطنيه ماشي غير ديال الوداد وديال